السلام عليكم، معكم حسن تكنولوجيين، رئيس جمعية النور لإعادة بناء مسجد بيت عمو بالويدان. نتواجد حاليا في مسجد بيت عمو، بدينا الأشغال تقريبا هذه من 2017، ذلك من فضل الله محسن الله جزيهم بخير. قطعنا أشواط مهمة جميع المحسنين سواء خارج الوطن ولا داخل الوطن اللي ساهموا معنا من البداية حتى الآن من 2017 ولا 6 سنوات هنا، الله يجزيهم بخير. تنشكر جميع الناس اللي وقفوا معنا سواء بالقليل ولا بالكثير، وتنطلب من المحسنين الآخرين باش يساعدونا باش نكملوا هذا المعلمة هذه اللي محتاجة شوية ديال الدعم باش نكملو. كما قلت لك سابقا، باقي خاصنا البيبان، خاصنا الشراجر ديال الألومنيوم، الخشب ديال الألومنيوم، وخاصنا السفارة والفلاش وسميتو، باش إن شاء الله نتمناو
Thank you.